الستيم. هناخد جوكر، ايه رايكو؟ تمام. مش كنتوا تسالوني الاول؟ سؤال صعب ليه؟ السؤال مش صعب، سؤال متوسط. خلينا نشوف ادب. والسؤال هو حكايات قهوه كتكوت، هو كتاب لاديب مصري ساخر، فمن هو؟ 12 سنة 2007 هو كان بيقعد على القهوة بيقابل شخصيات مختلفة فكان بيكتب عنهم بأسلوب فكاهي فلسفي. إجابتك عمر طاهر؟ عمر طاهر في 2007 ما ينفعش. إجابة خاطئة. عبد الرحمن محمود السعداني. ما سألتنيش. صخير. وخطفت الجوكر. إجابة صحيحة. محمود السعداني هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك عبد الرحمن، خطفت 20 نقطة من ستيم أسيوط. وعندك سؤال في الأدب.